السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي بغيت نشارك معكم فيه طريقة تحضير الوالدة ديالي للرفيسة. هذا النهار كان أول خروج ليا بعد التخفيف من الحجر الصحي وجيت عند الوالدة ديالي الله يخليها ليا وبغات تحضر لنا الرفيسة. قلت لها علاش ما نشاركش الطريقة ديالك، لأن كنا تنعرفوا طريقة الأمهات ديالنا كتكون ناجحة من المرة الأولى، كتكون وصفات تقليدية طبيعية وكتجي لذيذة وزوينة. هادشي علاش هي اليوم اللي غادي تحضر لنا الرفيسة المغربية التقليدية بالمكونات الطبيعية والأصلية اللي موالفين تيحضروها الناس زمان. غادي تحتاج في هاد الرفيسة أول حاجة واحد الدجاجة على حسب كمية عدد الأفراد، غادي تحتاج البصلة واحد الحبة، واحد ثلاثة ديال البصلات وحدها هي تتقطع فيها، وغادي تحتاج واحد الحبة ديال المطيشة، واحد القبطة ديال الربع صغيرة، واحد كاس معمرش ديال الزيت تقريبا غنديرو غير النص ديالو، غنحتاجو شوية ديال العدس وشوية ديال الحلبة، والعطرية اللي غادي نحتاجو فيها واحد المعلقة ديال السمن، معلقة ديال الخرقوم عرق مطحون، واحد المعلقة ديال سكينجبير، ومعلقة نص معلقة تقريبا ديال البزار، والملح حسب الذوق. المهم المكونات كتبقى على حسب عدد الأفراد وعلى حسب الوصفة اللي غادي نحضرو. أول حاجة احنا دابا الوالدة ديالي تتقطع في البصلة، هيا غادي تقطع البصلة. دابا هاد البصلة غادي ديري غير ثلاثة ديال البصلات صافي. في الأول غادي ندير ثلاثة في الأول نقليهم، وهاديك غادي نخليها بلاتي نديرها مع الربيع حيت البصلة إلا كثرناها، كنعرفو أن البصلة اللي كانت كثيرة في الرفيسة من الأول كتجي حلوة، هادشي علاش خاصنا نخليو وحيدة للآخر. غادي نخليو وحدة للآخر ونديرها هي وشوية الربيع كيعطي البنة، منديرهمش دغيا وما غاديش كنحك واحد الحبة حتى هي كتقلى غير كتشتي هي عاطي الجروة ديالي زوين. هادي هي الطريقة ديالنا ديال القديمة ديالنا اللي كنا نديرو حنا، منديرو فيها غير البصلة بليقامان نتوما شتو شوية زيت ربيع ومطيشة حبيبة غير حبتنا. هادي كنخليها حتى لاخر، تنديرها هي وشوية السمن رقاقة، كنديرها هي وشوية السمن كتجي بحال عطينا مع الحلبه والعدس كتعطي من اخرى كتجي زوينه. والسمن نديرو في الاخر نقلي بيه وعاود نديرو ملي نبغي نسقي. دابا قطعت البصله، هاي غادي تحك هاد الحبه ديال المطيشه. دابا هي حطات في الطبسيل الكبير البصله، زادت عليها شويه ديال الزيت السمن حيت غدير منه في الاول اللي غتقلي بيه وعاد باش غادي تزيدو في الاخر ديك المطيشه اللي حكات حبه وحده ديال المطيشه، ما نقولوش المطيشه بزاف، وديك العطريه اللي قلنا في الاول صافي غادي تخلط مزيان. كنخدمها احسن طريقه، احنا كنخدمو بالطريقه اللي كانوا كيخدموا الناس الرفيسة بكري باش مسولين بالتيد وجاب الصابون ونخدم بيدي. يدي كتعطيني القياس وكتعطيني المقادير اللي غندير، نعرف اش كندير، ما دينا على العاشق ولا هادي ولا شي حاجه. دابا هذه هي الطريقه اللي كانوا تخدموا بها الناس قبلين صافي، بيدي نقيين. دابا غنديرها في القامي اللي غنطيبها فيها وغنخليها تنشعل عليها بودو باش ما يخسرش، في الاخر نزيد الربو ونبنى ونصب. دابا صافي الدجاجه دابا الكوكوت وانا غنزيد عليها دابا شويه الزيت، هاي الزيت لحبلاتي غادي الزيت الزيت خلطات ما بين الزيت بلديه والزيت روميه صافي. دابا غادي نشعل صافي وغادي تبقى الدجاجه غتقلى شويه مزيان مع هاد البصله والعطريه وديك الحبه ديال المطيشه اللي خلطنا معها. هادو السمن وهاد البصله خلي بلات وهاكا زيت عاود شميت ودار سميتو هذا العدس والحلبه شي دابا غنديرها تتزدي الماء كندير الربا. دابا غادي نسد عليه غير يتشحر ويشرب ليقام.
تقلى مع البصله والعطريه، غنخليوها تقلى مزيان. دجاجه بعد ما تقلات زدنا الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه الدجاجه، وزدنا العدس والحلبه، وغادي نزيدو ديك القبيطه ديال الربيع، هاد القبيطه صغيره ديال الربيع، وغنزيدو واحد الحبه كبيره ديال البصله. نخليها شويه مشمطه كبيره هي تتقطع فيها، نخليها مشمطه غليظه كبيره، تقطع على الطريقه صافي. وغادي تضيفها مع الربيع والعدس، وغتخلي كل شيء يطيب. بعد ما يطيب غادي نطلقها. عندنا هنا في القصريه جوج زيت ديال الدقيق الابيض، وثلاثه ديال الفينو، الدقيق الاصفر، وغادي نديرو واحد شويه ديال الملح، واحد معلقه ديال الملح مزيانه صافي. وغادي نعجنو العجينه ديالنا. العجينه ملي غنعجنوها ما غاديش نخليوها مطلوقه بزاف، العجينه ديال المسمن ما خصهاش تكون مطلوقه، خصها تكون شاده في راسها، يعني العجينه واقفه ماشي رطبه بزاف. غادي نستمر غادي نعجن، نجي العجينة ديالي وغادي ندكها مزيان ونطلقها. العجينة بعد ما عجنتها ها هي، غادي نخليها دابا ترتاح، نغطيها واحد البلاستيك غطائي ونخليها ترتاح، ونرجع لها من بعد باش نكوروها كويرات. صافي دابا غنرميها في المقله، نرش المقله بشويه ديال الزيت صافي، ونفس الطريقه حتى كتكمل صافي العجينه كامله. هي قد ما خليتيه كيرتاح قد ما كيساعدك باش يساعد في التقطيع في الجرب وتسرح، ما تقطعش العجينه. ما كنقويش في الزيت غير باش كنقرص كنفرق، ونرش المقله باش ما تصف صافي، حيت غادي حيت الرفيسه فيها السمن فيها، ومن الاحسن السمن يطيب مزيان لما يتفور بعض مزيان. بغيتي تفوري وبرد تفوري، بغيتي ديرو الطريقه ديالك انتيا. لا انا كنفوره، انا كنفوره كنفوره، كندير هذيك طايب الدجاج والمرقه وداكشي طايب في الكوكوت، كنجبد البرمة كندير فيها كيسان ولا ثلاثه ديال الماء، كنطلع فيه الفار كنحطهم في الكتو سخون وكنسديه، كيبقى سخون الرفيسه سخونه والرو سخون حتى. المهم غنكملو دابا، غتكمل العجينه بنفس الطريقه، بنفس الطريقه تتكمل تتكمل هاد الكويرات وهاد المسمن كامل اللي صايبات. من بعد ما طاب وغادي نقطعو طريفات صغار، انا غادي نكمل المسمن كامل. المسمن حنا كنكملوا التقطاع ديالو، ها هو هو خاصو يكون طيب شويه. بعد ما قطعنا داك المسمن حنا درناه في هذا الكسكاس باش يطلع فيه الفار. بعد ما فورنا هذيك المسمن اللي قطعناه، بعد ما فورناه صافي حطيناه في القصريه. ها هي دابا كتسكي داك المرق اللي طابو ديك الدجاجه. المرق حنا ضفنا ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال المساخن باش يجي لذيذ. هاي دابا كملت السقيه، هاي الرفيسه تجي لذيذه بالطريقه وتجي زوينه. نتمنى تعجبكم الطريقه ديال الوالده وتجربوها. هاي تجي لهذا الشكل،
ايوا نتمنى تعجبكم هذه الطريقه، تجربوها والى فيديو قادم باذن الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وتبارطاجيو هذا الشله، والى فيديو قادم باذن الله.